بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا سيد، اخبارك ايه؟ الحمد لله بالصحة. قول لنا يا سيد بقى، احنا فين بالتحديد؟ احنا هنا في سوق التونس الحضاري في معرض الارزاق بالله في الدور الثاني، 120 جنيه. 120 جنيه تمام. هثبت لكم كمان رقم تليفون سيد عشان تعرفوا تتواصلوا معايا بكل سهوله. وريت ما نرجع بالسماسره. تمام، السماسره هتوديك اماكن ثانيه. عندك عنده الاتنوم زي ديت، عندي ركنه زي ديت. هنا الاسعار اللي على قد الايد زي ما انت عايز. الناس اللي عايزه اسعار على قد الايد هنا عند سيد، على قد اللي معاك. انا معايا عايز ركنه ب 3000 ونص، معوضه ب 12000 جنيه عندي. تمام، ركنه ب 3 ونص واوضه ونص، تاخد ركنه واوضه ب 15500 جنيه. تمام، ركنه واوضه ب 15000. عايز حاجه اتقل شويه ب 18500 جنيه برده موجود عندي. دي 18000 مار الارزاق بالليل. لو عايز اوضه مع ركنه مع بعض 18000 ونص عندي. عايز تعرف كل سعر حاجه لوحديها عندي. الاوضه دي ب 12 ونص، استنى كده ما نشوفها. دي 12 ونص، دي ب 12500 جنيه. لو هتاخد ركنه معاها الركنه ب 5 ونص، دي ب 5 ونص. ب 12 ونص و 5 ونص 19000 جنيه. دي كم متر يا سيد؟ انا بحسبها 18 ونص. دي بكام متر؟ دي 5 متر. دي 5 متر منفصل، كل حاجه منفصله اهي. عايز تجيب الكرسي ده هنا. احنا كل مره بنيجي بنلاقي تشكيله مختلفه وبنلاقي الوان مختلفه. تمام، في هنا النبيسي. في هنا جميع الاشكال. عايزين الركنه لوحدها؟ تمام، عايزين ركنه واوضه نوم. ركنه ونص واوضه نوم ب 12، فعندي حاجه زي كده ليد نور. بتعمل دي ليد نور، وريني كده النور. بص ما شاء الله. وحاجه كونتر برضه، الله اكبر عليها، ده كونتر قشره زيت. وريني كده النور اللي عندك كمان، شكلها حلو قوي. دي بكام يا سيد؟ دي ب 18500 جنيه في خصم النهارده، 500 جنيه انتوا بعين القناه. 18500. بس راحت بتاعتها ايه؟ ده العجل جرور، الدروج اربع دروج. هي بتتفك؟ لا، هي دي بتتفك لوحديها. المرايه. تمام. دي فك. تمام. اربع دراج كبار، اربع ودرجين صغيرين بس ست دروج. في عندي دي برضه ليد نور. كل ده للدنيا. كل ده للدنيا. ده جديد بقى النهارده. كل ده جديد. ما شاء الله. ده كله. هنا رفين وشماعة. كونتر وحاجة عمولة، الله أكبر زي ما أنتم شايفين. ومن هناك ليد نور برضه، أهو التسريحة، التسريحة أربع أدراج ومعاه البنكيت. كل ده ليد نور. وده السرير. 160 السريرين هم بيبقوا رفين ليد. ما شاء الله. اتنين سعر واحد ب 18000 500 جنيه لمتابعين القناه، ومش كده وبس. هديك المله كمان على الاوضه. يعني المله خصم 500 جنيه تاني، هنخليها 1000 جنيه لمتابعين القناه. تاني كده يا سيد، يعني الاوضه دي بكام؟ الاوضه دي ب 18000 لمتابعين القناه بدل 18 ونص. تمام. انا هطلعها ب 17 ونص لمتابعين القناه، وهديهم المله كمان. يبقى كده 1000 جنيه خصم، والمله 1000 جنيه خصم، والمله هديه لمتابعين القناه. سيد بيظبط لكم الدنيا اهو. والاوضه الحلوه دي، الاوضه ديت الخريطه ديت تعمل 17000 جنيه، نفس الخام بس دي ساده. كلاسيك، مش ليد نور. تمام. حاجه 160 وبيتحط الكومودينات. ورا الكومودينات بيتحط عليها براويز. بتكمل الشكل الجمالي بتاع السرير. السرير ده 160. تمام. دي ب 17000 جنيه بدل 18000. دي ب 17. وفي خصم 500 جنيه تاني. يعني كام بقى كله في الاخر؟ 16500 جنيه، ومعاك المله برضه هديه للمتابعين. سيد بيضحي. سيد بيضحي للمتابعين. انت كده معاك زياده عن 1000 جنيه تنزيل خصم. غير المله. غير المله. تمام. وادي برضه هو نفس الدرايه. النهارده احنا الجديد معانا الليد يا سيد. صح كده؟ تمام. دي بتعمل 17 بالمله بدل 18. اثنين رف، وادي التسريحه بتاعتها. اوضه قشره زانز زي ما انت شايف، السرير 160 اهو فوق. زائد اثنين كومودينو والبنكيت، وادي التسريحه بتاعتها وحضرتكوا، وادي الكراس بتاعها. تمام. حاجه زي كده عموله، عايز تجيب نجار معاك يبص على الشغل دوت، هات نجار معاك. احنا هنا عندنا الشغل بقى اللي ايه، يجوز الشباب. وعندي حاجه زي كده لمتابعين القناه بتعمل 9000 جنيه، وفي خصم مش هنقول 9 ونص، في خصم 500 جنيه لمتابعين القناه. 9000 جنيه؟ 500 جنيه على الركنة. دي 8500. بص فين؟ في معانا كمان الالوان دي. دي نفس الاسعار برضه يا سيد صح؟ 5 ونص. دي 5 ونص. دي 5 ونص. اثنين كنبه جزاها منفصل يمينها وشمال. زي الكرسي. تمام. تمام. 5500 جنيه. عندنا نيش، استنى. 500 جنيه، اتفرج على الالوان. دي الالوان. دي الزهر، في الوانات منها كتير عندي في المخزن. ما شاء الله. ودي بكام يا سيد؟ هي بتعمل 7 ونص بدل 8. دي ب 7 ونص.
بس دي شيلك منفصله. اه جلد معلوم. اه يعني عايزين شلته الركنه الشلته منها فيها موجود، عايزين شلك منفصله موجوده. ده شغل عمال لسه في الجاب. بص فين ما شاء الله، ادي الشلت المنفصله اهي. معاك بقى النيش، عندنا هنا اكتر من نوع. النيش الواحد ده دوت بيعمل 3700 جنيه بقى. ده 3700. وفي الاثنين ده دوت يعمل 4700. ده 4700. هو عندي 3500 جنيه بدل 4. وده 3800 عندي منها جميع الالوانين. تمام. في اللون ده في اللون دوت، وعندي منها 30 لون. لكن لون عندي منها في المخزن. 30 لون للركنه دي. المخزن عندي مليان شغل الوانين. قلنا دي كام تاني؟ 3.5. 3.5 عندكم. 2 كرسي و2 كنبه وزاويه بوف. 30 لون يا جماعه، 30 لون، اللون اللي انتوا عايزينه. هيجي يتفرج على الالوانين. تمام. في ايه تاني معانا يا سيد؟ معانا كمان الاطفال، مش هننسى طبعا تكمله الجهاز. ظهر التحكم. سرير 120 دبل كونتر برضه عموله زي ما انتم شايفه. دي كام يا سيد؟ وادي الفخذ بتاعها. دي تعمل 12000 جنيه وفي خصم 500 جنيه. يعني دي 11500؟ دي 11500. ده الفخذ بتاعها، دي 11500 من غير المولل. من غير المولل، ماشي. تمام. في عندي ديت ب 7.5 زائد المولل هديه لمتابعين القانون. دي 7.5. بصوا ده اللون بتاعها اهو. ده رمادي وماتش معلم. في ديت بتعمل 6.5 لمتابعين القانون. 6.5. زاد المولر. وفي ديت بتعمل 7.5 لمتابعين القانون. دي 7.5. دي كونتر. كل ده كونتر. في منها الوانات بقى كتير. تمام. في ديت ب 9.5. دي 9.5. متابعين القانون. السرير. أهم حاجة مالكوش دعوة بالسموسري. في برضه ديت بتعمل 11000 جنيه. بصوا بقى الجديد عنده. دي يا مولر. شايف السرير عاملة إزاي؟ دي جديدة دي يا سيد. بص كده. دي كام؟ 3 غرفه. دي ب 11000 جنيه. 11000 جنيه. شوف الوقت التقيل ده جاي من غير مولة. للأسف الدنيا زنقة. دي ب 7.5؟ دي ب 7.5 برضه، كل ده ب 7.5. تمام. متابعين القانون. تمام. في الرومبيات دي برضه ب 6.5. دي 6.5. 6.5 متابعين القانون. تمام. في الوراك دي برضه ب 6.5. عندنا كذا شكل، مش شكل واحد. في عندنا دواليب فرجاني. حاجة زي كده تبدأ من 5.5. في حاجة زي كده في 5. كله. ده بخمسة. تمام. عندنا بقى سراير فرداني كمان. نقول اسعار بقى السراير الفرداني عشان الناس اللي بتيجي تبقى عارفه السعر اللي هتاخد فيه. الورق بالطول دوت بيعمل 1800 جنيه. ده ب 1800. هو اللي متابعين القناه 1700. الورق بالعرض بيعمل 1900، لان الورق بالعرض. الورق بالعرض اللي هو الخشب يعني. يزيد على عنه خشب واتقل. تمام. حاجه معموله عن دوت. يعني ده 1700 ده متر. متابعين القناه. كلام واضح. ده ب 1700. ده متر. بالعرض 1900. ده متر. تمام. تمام. 150. ده 100. بيعمل 2200. ده 150. في المربع دوت بيقل عنه، بيعمل 2000 جنيه. 2000 جنيه ماشي. تمام. في اللي هو ال 120 برضه فيها. اللي هو ده. ده المتر 20 بكام؟ بيعمل 1800. 1800. في المربع بتاعه بيعمل 1600. والدورين ده؟ الدورين ده بيعمل 3700. 3700. تمام. على عمرك. في دوت 1600. ده 1600. في دوت 1700. ده 1700. في ده 2200. 2200. ده قد ايه ده؟ 150؟ ده 150. في اللي هو الورق بالعرض بيعمل 2400. 2400. لاحظوا بقى الفرق، ان ده خشب اهو بالعرض. لا اتقل. بص اهو ده باين. لكن ده بالطول بيخف. ده 2100. في دوت 2300 الورق بالعرض، المتر بتاعه بيعمل 1900. ده 1900 عشان ده بالعرض. الورق بالعرض 2300، الورق بالطول 2100. 2100. ده اللي متابعين القناه. تمام. ده الفرق ورق بالطول 2100 باين ان هو خفيف. بص ده. في فرق فعلا في الطول. تمام. فرق في البلابل 3 ظرف دوت والسراب ودورين. السراب ودورين دوت متر 20 بيعمل 4000 جنيه غير المتر. المتر ده 4000. ماشي. السرير الدورين. الدولاب دوت بيعمل 4.5. ماشي. تمام. في معانا كمان الاوضه دي يا سيد. دي بتعمل 12500 جنيه مش كده وبس، عندنا منها اشكالات كتير. تمام. كذا شكل.
تمام. على بقيه اشكال. دي ب 12500 ومعاها المولة هدية. تمام. وعندنا 17 ونص ومعاها المولة بتاعتها برضه اللي مشغلين القناة كله. 17 ونص؟ 17 وحاجة عمولة كمان 30 ساعة بتاعتها ايه؟ السرير بتاعها 160. تمام. وادي البنكيت بتاعها. كوموديون ثلاثة دور مش درجين، اثنين كوموديون هم. تمام. على فرق الأشكال. دول كمان ب 12 ونص؟ بصوا الشكل جميل ازاي؟ السرير. كل دي أشكالين. سؤال كشخيرة. تمام. سؤال برضه الشكل كده شويه. احنا بنشكرك يا سيد، متشكرين جدا، وما تنساش بقى الخصومات بتاعت المتابعين. عينينا المتابعين. ربنا يخليك يا سيد، ربنا يخليك، متشكره جدا. سلام عليكم.